لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. واجب يوم الثلاث، لكن قبل ما احكي معاك لازم اقول لك حته كده انفراد. ان النادي الاهلي صرف النظر عن المديرين الفنيين الالمان، لان كان في 3 شبيهات قويه جدا، وده بسبب طبعا العروض الماديه المبالغ فيها من وجهه نظر اداره النادي الاهلي. في 3 شبيهات دلوقتي موجوده عند مجلس اداره النادي الاهلي، هي الاقرب للتعاقد خلال ايام، لحد يوم الثلاث النادي الاهلي ان شاء الله يعلن عن الجهاز الفني الجديد. مدير فني شيلي ومدير فني برتغالي، هم دلوقتي اللي في مفاضله بينهم، وحسب رؤيه الجهاز الفني واسعارهم والاستديوهات بتاعتهم وانجازاتهم، ده اللي هيقرره مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب. ودي يعني من مصادرنا اخبار مهمه جدا، وان شاء الله نتمنى الملف دوت يتم ايه؟ حسمه من اجل استقرار طب نادي انا الاهلي اللي خلى النهارده بهدفين. يبقى مهيب، احنا هنقول افيدرزين للمدرسه الالمانيه في تدريب النادي الاهلي، والاسبوع الجاي هتحسم الحكايه والقصه ما بين تشيلي والبرتغالي. بالظبط كده، وبتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تبقى حلقه جميله. ارجع بسرعه بليز مهيب، وانبسط كتير هنيك ان شاء الله. سلمني على الكل، سلمني على عمرو وعلى محمد هنيدي وعلى كل الناس اللي بتشوفهم، إن شاء الله. سعوديين، مصريين، لبنانيين، اي حدا. وي ميس يو. اوكي هرجع، خلونا نبدا فقره الاخبار بسرعه. البدايه مع نجمنا محمد صلاح اللي نجح من ساعات بتحقيق انجاز جديد بالفوز بلقب افضل لاعب في افريقيا للسنه الثانيه على التوالي في الاستفتاء اللي بتجريه هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي. بكده بيكون صلاح هو تاني لاعب يقدر يحصل على الجائزة دي مرتين متتاليتين بعد النيجيري جيجي أوشا اللي حصل عليها عامي 2003 و2004، ويكون كمان هو أول لاعب مصري يحصل على الجائزة دي مرتين، ويسبق بركات وتريكا اللي حصل كل واحد منهم على الجائزة قبل كده مرة واحدة بس. صلاح النهاردة كان في منافسة شرسة مع 4 من نجوم القارة السمراء، وعلى رأسهم زميله بصفوف ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، بجانب السنغالي كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي والغاني توماس بارتي، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والمغربي المهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي. كمان الكاف أو اتحاد الأفريقي النهاردة أعلن قائمة التوب 10 أو اللاعبين 10 الأفضل في القارة السنة دي اللي حينافسوا على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا اللي فاز بيها السنة اللي فاتت محمد صلاح. القائمة شهدت تواجد 5 لاعبين عرب، منهم 2 من مصر، يا سلام، وهم محمد صلاح ووليد سليمان، بجانب الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والتونسي أنيس البدري نجم الترجي، والمغربي مهدي بن عطية نجم يوفنتوس. ده في الوقت اللي خلت فيه قائمة أفضل لاعب صاعد في القارة من أي لاعبين مصريين، ولكن ضمت المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني، وكمان خلت قائمة أفضل مدربي القارة من أي مدرب مصري، وإن شهدت تواجد التونسي معين الشعباني مدرب الترجي، بجانب السنغالي كيسي مدرب السنغال، والفرنسي رينار مدرب المغرب. ده في الوقت اللي اختار فيه الاتحاد الأفريقي 3 منتخبات للتنافس على لقب منتخب القارة هذا العام، وهما أوغندا ومدغشقر وموريتانيا اللي حققوا نتائج هائلة في تصفيات بطولة أفريقيا 2019. كل التوفيق لنجومنا العرب المتواجدين في القائمة، كل التوفيق لنجم الأهلي وليد سليمان ولنجمنا مو صلاح، وبإذن الله 2019 يكون وشه حلو عليكم زي 2018، ويقدر يحافظ على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا ويضم لها كمان جائزة أفضل لاعب بالعالم. هننتقل على سيرة الاستفتاءات، بما أن خلاص في نهاية السنة وقررنا احنا كمان نعمل استفتاء، لكن للأسوأ المرة دي مش الأفضل، يمكن يكون دافع لقلهم عشان يحسنوا مستواهم بالسنة الجديدة. تعالوا نشوف الناس. الحلقة تابعونا من خلال اللعب. النهاردة كان عندنا مباراتين في الدوري، الأولى طبعا جامعة سموحة والاتحاد، وانتهت بالتعادل 1-1. سجل أوميد أوكري هدف سموحة، وتعادل رزاق سيسيه في مشهد دراماتيكي للاتحاد في الوقت بدل الضايع. في المباراة الثانية تعادل إنبي في أول قيادة لعلي ماهر نجمنا الكبير،
والنجوم 1-1. سجل أودا مارشال هدف إنبي وتعادل محمود فتح الله للنجوم من ضربة جزاء. وفي أولى مباراة كأس العالم للأندية فاز العين الإماراتي على بطل نيوزيلندا ويلينغتون طبعا نيوزيلندي 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية. بعد التعادل كان فيه ريمونتادا 3-3 وكان فيه ريمونتادا قوية جدا لفريق العين بعد ما كان مغلوب 2-0 و3-1 رجع 3-3 في مباراة تألق فيها حسين الشحات نجمنا الكبير وأحرز أيضا ضربة جزاء كانت مهمة للعين النهاردة. فوز غالي للعين الإماراتي عشان يقابل الترجي التونسي بطل أفريقيا اللي كنا بنتمنى يكون نادي الأهلي لكن هي دي كرة القدم. ده على أساس أنا عارفة ريمونتادا يعني إيه بس عودة رجعوا ريمونتادا خسروا ورجعوا أنا بختبر اختبر المعلومات اختبري براحتك اختبري براحتك. النهاردة أعلن وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العالمي أن المغرب مش هتتقدم بطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد ما تم سحب التنظيم للكاميرون. طبعا احنا كنا اتكلمنا خلال الايام اللي فاتت عن وجود ازمات كبيره جوه الكاف وهجوم الكاميرون وجنوب افريقيا على احمد ومحاولاته لايجاد تسويه مناسبه ولو على حساب كوت ديفوار اللي دخلت هي كمان على خط المواجهه معه ويبدو ان المغرب رفضت الدخول في الازمه دي. قلت المغربي مغربي مغربي ده بابا مغربي بابا. طيب نروح لاخبار النادي الاهلي واول خبر نادي الاسماعيلي قرر عدم بيع محمود متولي لاعب الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه وده بعد مفاوضات الاهلي معاه وعرفنا ان المهندس ابراهيم عثمان رئيس الاسماعيلي قال لاعضاء مجلس الاداره احنا مش هنبيع متولي نهائيا مهما كانت المغريات لان طبعا بيعه هيعمل موجه من الغضب اللي هي موجوده اساسا يعني كبيره جدا في الاسماعيليه خاصه بعد خروج الفريق من بطوله زايد للانديه الابطال العربيه. محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي اجتمع النهارده مع التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق للاطمئنان على حالته بعد مشاركته في التدريبات البدنيه كامله بعد تعافيه من مزق في الضمه. علي معلول بيعقد عليه الجهاز الفني امال كبيره جدا في الفتره القادمه طبعا لغياب اللعيبه الكبار واصحاب الخبره في النادي الاهلي. ده يفرق كتير قوي يا رزق. من اخبار النادي الاهلي هنروح لاخبار نادي الزمالك واول خبر نادي الزمالك تم اختاره رسميا بنقل مباراته مع القطن التشادي يوم السبت في افتتاح مشواره ببطوله الكونفدراليه الافريقيه لملعب برج العرب في اسكندريه بدل ملعب بتروسبورت. مسؤولين النادي قرروا تاجيل طرح تذاكر المباراه لمده 24 ساعه عشان يتم طرحها بكره بعد ما تم تعديل اسم الملعب فيها. طبعا في حاله من الغموض سادت حول مشاركه ثنائي الزمالك يوسف اوباما وايمن حفني مع الفريق في مباراته الجايه في الكونفدراليه الافريقيه قدام فريق القطن التشادي يوم السبت في استاد برج العرب. النهارده اوباما وايمن حفني اتدربوا تدريبات تاهيليه وعلاجيه على هامش تدريب الفريق وده بسبب معاناه اوباما من الام في الظهر وايمن حفني من ارهاق عضلي. الجهاز الفني للزمالك بقياده السويسري كريستيان جروس قرر السفر لاسكندريه يوم الجمعه الصبح للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه القطن التشادي. الزمالك هيخوض بكره مرانه الاخير في القاهره وهيعلن جروس قائمه المباراه قبل السفر للاسكندريه. تمام ودلوقتي ناخد خبرين متنوعين. النادي المصري اقترب من التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفني لفريق اهلي طرابلس الليبي وده بعد ما ابدى ايهاب جلال موافقته على تدريب الفريق البورسعيدي بشرط طبعا الاتفاق مع مسؤولي النادي الليبي. وعرفنا من مصدر مقرب من الكابتن ايهاب جلال ان في حاله خروج اهلي طرابلس من بطوله افريقيا هيكون ايهاب جلال مديرا فنيا للنادي المصري رغم تمسك مسؤولي الاهلي الليبي بايهاب جلال. مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان وافق بصفة رسمية على قبول الاستقالة اللي تقدم بها البرازيلي جورفان فييرا من تدريب الفريق وده بعد فترة من طلب فييرا الرحيل بسبب سوء النتائج. مسؤولي الإسماعيلي بعد ما درسوا عدد كبير من السير الذاتية لمجموعة كبيرة من المدربين الأجانب استقروا خلاص على مدير فني مميز هيوصل مصر خلال أيام عشان يتابع مباراة الفريق مع القطن الكاميروني في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. النقطة فين؟ بعد ما خلصنا أخبارنا تعالوا نروح لفاصل وبعده نرجع نكمل فقرات برنامجنا اللعب على MBC مصر. تابعونا.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.